اليوم الثالث للمؤتمر العلمي السادس الذي تنظمه جامعة النجم الساطع في مدينة البريغا بليبيا. هذا اليوم في هذه الجلسة الصباحية بإذن الله سيكون معنا مجموعة من العروض القيمة التي ستتناول مبادئ ومفاهيم نموذجة البناء Building Information Modeling، وكذلك بعض التطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية. آملين أن تستفيدوا من هذه العروض، وكذلك تشاركون في النقاش وتبادل الآراء حول هذه العروض بإذن الله. ننطلق على بركة الله في العرض الأول، والذي سيقدمه المهندس عمر سليم، وهو مهندس معماري من مصر الشقيقة، مقيم حاليا في دولة قطر الشقيقة، وهو مهتم جدا بالمدن الذكية والتحول الرقمي وكل ما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة. المهندس عمر سليم هو صاحب مبادرة المجلة العلمية لنموذجة معلومات البناء، وكذلك بيعمل جاهدا على تقوية وتطوير المحتوى العربي لنموذجة معلومات البناء والمدن الذكية. سعداء جدا أن يكون معنا قامة علمية مميزة، وأن يكون معنا الشخص الصراحة الملهم والمبدع والمتألق دائما، أخينا وحبيبنا المهندس عمر سليم. مهندس عمر سليم، على بركة الله، تفضل، مشكورا بتقديم هذا العرض المرئي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عبد الرحمن. النهارده هنتكلم على موضوع البيم Building Information Management، واحنا هنلاقي ان هو عبر التاريخ صناعة البناء بيحصل فيها تطورات بسيطة جدا، يعني عكس الموبايلات وعكس السيارات. قطاع الإنشاءات هتلاقي ان هو خلال ال50 سنة اللي فاتوا ما كانش فيه تطور غير طفيف جدا في المواد المستخدمة وفي طريقة البناء والحاجات دي كلها. يمكن هو التغير اللي حصل كان في مجال البيم، هو ده اللي عمل طفره كبيره جدا، وده بناء على دراسات موثوقه كان قام بيها بعض الدكاتره في استراليا في 50 سنه اللي فاتوا، ما لقوش تطور. فمن زمان جدا، من الحضاره الفرعونيه والحضاره هنا مثلا دي برج بابل، كان عندنا مشاكل كتيره في موضوع البناء. فمن يعني من ضمن الحاجات اللي كان فيها مشاكل جدا ان المشروع ما نعرفش هيكلف كام ولا هياخد وقت قد ايه، وده كان بيعمل مشاكل كتيره جدا، ان ممكن المبنى اللي هو عايز يبنيه الملك يستهلك الميزانيه بتاعه الدوله كلها، زي ما حصل مع السلطان حسن في مصر. كان المسجد اللي هو بناه جنب قلعه صلاح الدين كاد ان يقضي على ميزانيه الدوله كلها، حتى قال لولا ان يقال ان سلطان مصر مش قادر يبني مسجد كنت قلت لكم وقفوا البنا، ده يعني كذا نقد على الميزانيه. فاصبح في مشكله كبيره جدا، ان انا عايز قبل ما ابني المبنى ابقى عارف التكلفه هتبقى قد ايه، عارف الوقت هيبقى قد ايه، عارف المشاكل اللي ممكن تحصل، اتنبأ بالحاجه قبل ما تحصل. دي كان محتاجينها جامد جدا في صناعه البناء. لذلك لما جه البيم لقينا ان هي دي الحاجه اللي احنا محتاجينها، هي دي الفكره اللي احنا محتاجينها، ان احنا عايزين نعمل نموذج للمبنى جوه الكمبيوتر يوجد كل المشاكل ويقدر يدينا تنبؤات دقيقه باللي هيحصل، ويقدر يدينا التكلفه كلها هتبقى قد ايه. الحاجات دي كلها زمان كانت الميزانيه مفتوحه مع الخزانه بتاعت الدوله، انما دلوقتي لا، المالك بيقول لك انا عايز المبنى ده يتبني هيكلف كام؟ مليار. ممكن لو احنا مش مقدرين التكلفه مظبوطه نتيجه ان احنا بنعتمد مثلا على اساليب تقليديه، المشروع يكون اتكلف اكتر من كده، ففي نص المشروع المالك يقول لك لا انا مش هكمل. وده حصل في مشاريع كتير جدا، الواحد شافها بعينيه، نص المبنى اتبنى واتصرف عليه مليار والراجل قال لك لا انا مش هكمل المبنى، والمبنى موجود ما حدش قادر يكمل. فاحنا لو جينا نبص كده على الانتاجيه هنلاقي كل القطاعات بدا يحصل فيها تطور وطفره في مجال الصناعات، في مجال التخزين، في المجال ده كله ما عدا في مجال الكونستراكشن. الطفره الوحيده اللي حصلت واللي عالجت مشاكل كتيره جدا، المشاكل دي لوحدها يعني تقريبا ما يقارب من 30 مشكله حصرناهم، وبعد كده فوجئنا ان البيم بيحل لنا 30 مشكله بلا استثناء.
فكانت طفره كبيره جدا، اهتمينا ان احنا نعرف ايه هو الموضوع دوت. فاحنا لقينا ان احنا عندنا بي اي ام اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج مش مقصود بها المبنى بس، ممكن ندخل معانا برضو الطرق، وممكن ندخل معانا المدينه كلها، ممكن ندخل معانا حاجات كثيره جدا. ومش مقصود بيها واحنا بنبني، لا احنا ممكن نستخدم المعلومات ديت في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، وفي موضوع لو انت هتدي المبنى تدرس المبنى ده ايه الاعمده اللي ممكن لو اثرت عليها المبنى ينزل من غير ما يقع على المباني اللي حواليه. في حاجه مهمه جدا انفورميشن، لو انا بعمل الموديل للمبنى بس ما حطش عليه انفورميشن مش هيبقى بيم. البيم لازم اكون حاطط عليه كل المعلومات اللي انا احتاجها عشان اخد قرار. لو انا مدير مشروع او انا مهندس معماري انشائي كهروميكانيكال، محتاج يكون عندي الانفورميشن موجوده في قلب المبنى. الموديلنج ان هو يكون 3 دي، واصبحت دلوقتي حاليا اسمها بيلدنج انفورميشن مانجمنت، اداره بيانات المبنى. ولقينا اساليب كتير جدا في الاداره ومعتمده تماما على موضوع البيلدنج انفورميشن موديلنج، وتوصف المنهج بتاعها ان احنا نعتمد عليها. منها مثلا اسلوب البي ام بي في الاصدار السادس، اوصف الجزء بتاع البروكيورمنت باستخدام البيم. هنلاقي عندنا اسلوب اللين مانجمنت، الاجايل مانجمنت، كل الحاجات ديت لقيت انها محتاجه انفورميشن ومحتاجه معلومات عشان تدير المبنى. فدي مثلا اهو، دي حاجات دي معموله بالبيم، دي عباره عن كباري وطرق وهكذا، ودي عباره عن محطات في الاويل والجاز برضو اعتمدت على تكنولوجيا البيم. فالبيم هيبقى جزء اصيل او جزء بيكمل موضوع السمارت سيتي. نقدر نقول ان السمارت سيتي هي عباره عن الغابه، والبيم هيبقى عباره عن الاشجار. احنا مثلا عملنا المدينه كلها، وهنضيف معلومات خاصه بالمبنى مبنى، بحيث ان يبقى عندنا معرفه كامله باستهلاك المباني كلها في موضوع الطاقه، في موضوع المياه، في موضوع الصرف، وكل حاجه تبقى عندنا كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها عشان نتخذ قرار في مرحله التشغيل نفسها. ودي حاجه مهمه جدا، واصبح في دول كتيرة جدا في الوطن العربي بتشترط ان المشروع يكون يسلم بيم، زي دبي، قطر بينزل في العقد ان هو يكون بيم. برضه في مصر اصبح في مشاريع كتيرة عشان تاخدها لازم ان انت تكتب في العقد ان انت هتسلم موديل بيم في الاخر، وان الشغل كله هيتم من خلال البيم. لان بدل ما انا بسلم ورق كتير جدا، لا ده انا بسلم موديل واحد بيكون فيه كل المعلومات، فده بيوفر وقت كتير جدا وبيسهل علينا كتير جدا. طيب البيم ليه؟ على اساس ان هو عمل لنا معادله كويسه جدا، ان هو زود لنا الكفاءه وقلل لنا الوقت وقلل لنا التكلفه. كان زمان يقول لك واحده فيهم بتيجي على حساب الاثنين، لا هو دلوقتي الكفاءه افضل، التكلفه اقل، الوقت اقل. اصبح قوي جدا في موضوع التشغيل واداره المبنى، وبيسلم المالك الشغل في الميعاد بتاعه، وبيقدر يشوف التعديلات والحاجات 3 دي، فيقدر يبدي رايه ويقدر يقول التعديلات اللي هو عايزها. وبسهل جدا ان احنا في الموقع نعمل اداره للشغل كله، ونبقى متابعين موضوع التعديلات ونصلح الشغل اثناء ما احنا موجودين في قلب الاجتماع، في قلب الموقع، من خلال الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. والتكنولوجيات ديت ما كانتش هتدخل في مجال قطاع البناء الا من خلال البيم، والدرونز مثلا برضو ما كانتش هتدخل الا من خلال البيم. الخطوط بتاعت الاوتوكاد ما تنفعش برضه. ففكره البيم ببساطه ان انا لو انا عندي الموديل اعمل سيلكت على اي جزء من الاجزاء يجيب لي كل الخصائص الخاصه بيه، يعني يجيب لي كيرتن وول انفورميشن، روف انفورميشن، يجيب لي اليو فاليو اللي فيها، كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عشان اتخذ قرار لازم الاقيها موجوده عندي. لو انا مش موجوده عندي يبقى انا كده عندي مشكله وما عنديش البيم. بلاقي ان البيم بيعمل لي 3 دي بشكل قوي جدا، فبيقدر يقول لي فين اماكن الكلاشات، في معلومات كامله جدا. فلو انا طلبت موضوع الحصر يجيبها لي في ثانيه واحده، بسيطه باسلوب سهل جدا. اقدر اضيف بعد الزمن فاشوف المبنى هو بيتبني جزء جزء، اقدر اضيف موضوع الكوست التكلفه بتاعه المشروع، اقدر احط وادرس موضوع الاستدامه السستينابيلتي، اعمل حاجه صديقه للبيئه واعمل حاجه تصلح ان الانسان يقعد فيها ما فيش فيها مشكله في الهواء، في الحراره، في الحاجات دي كلها. بعمل فاسيلتي مانجمنت، اداره للمبنى، بحيث ان انا اقدر بدل ما المبنى مثلا يقعد سنه سنتين، لا ممكن يقعد 10 سنين 15 سنه بسبب ان انا عامل له الفاسيلتي مانجمنت وبعمل له الصيانه بشكل قوي. تمام. فلو انا مثلا بعت المخطط دوت لحد مهندس في الموقع وبقول له ابني لي الشكل ده، ده انا المصمم وعملته، فهو حرف البي ده هنا، طب ده ازاي، طب ده يعني
ده السايد اليفيشن وده الفرونت اليفيشن. طب انا مش فاهم حاجه، لما بعتها له بقى بالشكل دوت ومن حقه ان هو ياخد سيكشن في اي مكان، ومن حقه ان هو يعمل نافيجيتور فيه او يبدا يشوفه من جميع الاتجاهات، هيقدر يفهمه فعليا. ساعات المشروع بيخلص تماما ويتبني ويكون لسه المهندس التكييف او الكهرباء مش فاهم المهندس المعماري عايز ايه، يعني في حاجه جديده ومش فاهم حاجه معينه ومش قادر يتخيلها. انما في البيم في اي وقت بياخد قطاع بيقدر يفهم المشروع كله عايز ايه. حاجه مثلا زي كده، لو تخيلنا ان احنا عملنا قطاعات فيها وبعتناها للناس عشان تنفذها، مش هتقدر خالص، لازم يتعمل باسلوب البيم بالشكل دوت، مستحيل يتعمل. تمام. ده مثلا اللي هي زهره الصحراء، تجمع لرواسب ملحيه، ده قالوا هيعملوا متحف، فناس كتير جدا قال لك مستحيل ان هو يتعمل، وفعلا مستحيل ان هو يتعمل من غير تكنولوجيا البيم، لان كل جزء من الاجزاء ديت ما ينفعش تحط في مكان تاني، لازم تحط في الجزء بتاعه هو. فكان درجه كبيره جدا من التفصيل المتحف ده، يعني رحت كتير جدا، في حاجات كتير جدا ممتازه. لو بصيت للتفصيل القطعه دي ما ينفعش تحط القطعه اللي تحتيها او اللي فوقيها او اللي جنبها، لازم في نفس المكان. فموضوع بقى الفابريكيشن، ان انا اعمل حاجه بدقه هائله جدا تتحط من غير مشاكل، ده كان تحدي كبير جدا، وده اللي قدر البيم يعمله. تمام. ففي كذا تكنولوجيا زي موضوع الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي ما تقدرش تعمل مع الاوتوكاد، مش يقدر يتعامل مع خطوط، انما لما بقول له ان ده حائط وده كاميرا وده عمود وحاجات زي كده، بيقدر يفهم بشكل كويس جدا. موضوع الاوجمانتد رياليتي، موضوع البلوك تشين اللي هي موضوع العود، الدرونز، الانترنت اوف ثينجز، الروبوت، كل الحاجات دي ما تنفعش بالتكنولوجيا القديمه. فلو بصينا مثلا على موضوع الذكاء الصناعي الاي اي، لان هو يقدر يعمل لي تصميمات كثيره جدا في ثواني، وانا اقدر اختار منها، او يعمل مقارنه بينهم ويبقى في تطور ويستفاد من التصميمات، ولو في اي خطا يعملها ويتاكد ان الاكواد سليمه ولا لا، بشكل هايل جدا مع البيم. هنلاقي بقى حاجه مثلا زي انترنت الاشياء، ان مثلا الثلاجه تعرف ايه الحاجه اللي ناقصه وتبعت تجيبها والحاجات دي كلها. فدي التكنولوجيا بدأ الناس تتجه ليها وبالملايين، فمنتشر جدا موضوع السنسور والتطوير والحاجات دي كلها، برضه معتمد على انترنت الاشياء عشان تعرف مكان كل حاجه. يعني كل مكنه لازم ابقى عارف موجوده في انهي غرفه، يبقى عندي سمارت تكنولوجي زي اللايتس والبي ام اس. حاجه زي الاوجمانتد رياليتي، ان انا البس النظاره وابقى شايف الواقع اللي حواليا، مدمج معاه الحاجه التصميم 3 دي موجوده، مثلا حاجه زي ايكيا، ممكن تنزل تطبيق ايكيا وتبدا تشوف الحاجه موجوده، ممكن تخش مثلا بورقه وبالموبايل تبدا توري الناس الحاجه 3 دي، فبدل ما هو شايف 2 دي ومش قادر يستوعب، لا ممكن من خلال حاجات زي كده يبدا يتخيل الشكل بتاعها عامل ازاي. برضه ممكن تبقى ماشي في الموقع ولسه الحاجات ما اتعملتش، بس انت حاطط التصميم في قلب النظاره، فانت شايف التصميم بشكل قوي جدا. في الاجتماعات برضه اي حاجه عايزين نشوفها 3 دي قدامهم، وهكذا. برضه الموضوع مع المدن الذكيه، برضه فيرتشوال رياليتي ما بتشوفش غير المدينه اللي هتتبني، حتى لو انت مثلا في غرفه تانية او في حاجه بتشوف المبنى هيتبني هيبقى عامل ازاي. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا مسويينها كتير جدا عشان الملك يتخيل شكل المبنى، عشان نقدر نقلل موضوع الريورك. عندنا الدرونز بدات نشتغل بقى بشكل قوي جدا، كان زمان مثلا مجرد احنا بنصور المكان والتطوير، دلوقتي بقينا نربطه بالبرمافيرا، بحيث اول ما تتبني حاجه يتعمل انها اتنفذت فعلا في الموقع وترد في البرمافيرا وفي النفس وركس. دي تكنولوجيا فعلا ما ينفعش بالاساليب التقليديه. الروبوت لو انا بديله معلومات خطا هيصمم بخطا، فلازم يتعمل باسلوب البيم. هم حتى لما كانوا بيبنوا مباني في المريخ قال لك احنا هنبني المباني من خلال البيم، على اساس ما فيش فرصه ان يحصل خطا او ان احنا نعيده تاني. موضوع البلوك تشين والعود، ان يبقى في توثيق للعود، برضه ده تكنولوجيا جديده جدا. ال 3 دي برينتنج، الطباعه ثلاثيه الابعاد، دي برضه من تكنولوجيا كبيره جدا، لان انا اصبحت تبني مباني كامله ومدن كامله. فلو في امكانيه ممكن نبني مثلا مدينه كامله من خلال مثلا احنا نشتري مثلا 50 3 دي برينتنج ونسيبها هي تبني مع الروبوت، ودي اصبحت في مدن كامله بتتعمل، وزي ما احنا شايفين اهي، ده برج مثلا اتعمل ومن خلال الذكاء الصناعي عملنا واحد وخلينا الباقي يتعمل، ده اتعمل تبع نورمان فوستر، واصبح فيه ربط كبير جدا في موضوع البراماتيك،
مع البيم. فأنا شاكر لكم. ده سريعا كده موضوع البيم في الوقت المحدد، وجزاكم الله كل خير. جزيل الشكر أخي مهندس عمر سليم على هذا العرض القيم والمميز صراحة، شكرا لكم. والذي أعتقد، وأنا لا أنا متأكد ولست أعتقد، متأكد أن موضوع كهذا يعني يستحق يوم كامل من العرض والشروحات من حضرتك، ولكن لنا إن شاء الله لقاءات قادمة في المدة الجاية. أتيح الفرصة للأخوة الحضور للأسئلة إذا كان في أي حد عنده أي سؤال بخصوص العرض المرئي اللي قدم المهندس عمر حول نمذجة معلومات البناء والمدن الذكية. لو تسمح لي مهندس عمر تساؤل بسيط، يعني احنا كنا قد تطرقنا في اليوم الاول والثاني الى بعض المفاهيم حول ال 3D City Modeling احيانا، وربط ال Outdoor وال Indoor. ف يعني لما نتكلموا على Building Information Modeling على السكيل او على مقياس البناية الواحدة، ثم نحاول تمديد هذا المفهوم وطرحه ليشمل اللينير بروجكتس، المشاريع الخطية زي السكة الحديد والطرقات والإنفراستراكشر، والمشاريع اللي تاخذ الطابع الهوريزونتال بروجكتس. فكيف ترى يعني عملية التعميم، عملية تكبير السكيل من بناية إلى مدينة بالكامل، لتعميم مفهوم البيم لكي يتحول إلى سيم يعني، وما هو الرابط يعني اللي ممكن نقدر من خلاله نربط الاندور والاوت دور والفيرتيكال بروجكتس مع الهوريزونتال بروجكتس؟ تمام يا دكتور. يعني طبعا حضرتك اكتر مني اجابه على السؤال دوت. هي الفكره كلها نفس الفكره بتاعت البيلدنج انفورميشن مانجمنت او موديلنج، بس هيبقى على سكيل كبير شويه. فهنلاقي ان في مثلا مدينه زي مدينه سنغافوره، وفي مدن كتيره ذكيه قدروا ان هم يحطوا كل المعلومات ورابطوا موضوع الجي اي اس بموضوع البيم، بحيث ان هم يوصلوا لموضوع السمارت سيتي. واصبح في ربط دلوقتي بين مثلا اوتوديسك وسيري اللي هي عامله الارك جي اي اس، بحيث ان هم يتكاملوا مع بعض. والحمد لله يعني هنا في قطر مثلا قدرنا نشتغل. انا شغال حاليا في مدينه البوسيل، ودي من ضمن المدن ان شاء الله هتكون سمارت سيتي. هيكون في ربط بين الاثنين مع بعض في نفس البلاتفورم، بحيث ان المعلومات اللي توصل للمدينه مش متعلقه بس بالطرق او متعلقه بالمنطقه، لا هتجمع معلومات المباني، ويبقى في نوع من انواع الربط التام بين البيم والسي اي ام، سيتي انفورميشن مانجمنت او سيتي انفورميشن مانجمنت. هيبقى في تكامل جدا في القريب العاجل يعني باذن الله. ونتمنى ان شاء الله الموضوع ده يتحقق في المدن الذكيه في مصر وليبيا وبقيه الدول باذن الله. حتى موضوع الحاجات اللي زي القطارات والترين والحاجات دي برضو، وكل المعلومات دي هتبقى موجوده في قلب السمارت سيتي، بحيث ان يبقى في مراقبه وفي دراسه وفي نوع من انواع الذكاء العميق اللي يقدر يستنتج لنا حاجات ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها. مثلا يلاحظ ان يوم كذا بتزيد معدل الجريمه او بتزيد الزحمه، فيوجد حلول للموضوع دوت في الوقت دوت. فيعني اعتقد الربط حصل دلوقتي، والنتائج مع المستقبل هتبدا تظهر معانا ان شاء الله. سؤال آخر إذا تسمح لي مهندس عمر، بخصوص توظيف الكراود سورسينج والبيانات اللي جاية من الزخم البشري ومشاركة الناس اللي هم النون كواليفايد بيبل، اللي هم الكونتريبيوترز فيما يتعلق بمفهوم الجيو فولنتير سبيشال ديتا، كيفية استغلال قيام الناس من متطوعين ومساهمين في خريطة أوبن ستريت ماب بإدخال أثر المباني وتحويل الفوت برنت من راستر ايمج الى فيكتور ديتا يمكن رفعها وعمل اكسترود لها وتصديرها الى بعض البرمجيات الاخرى مثل الانفرا وركس وغيرها.
كيف ترى هذا الابروش او المقاربه، مساهمه الكراود سورسنج ومساهمه الناس اللي هم نون كواليفايد في خلق مجسمات رقميه للمدن والبنايات اللي ممكن يستفيدوا منها استفاده كبيره في المجال التقني والهندسي والفني؟ يعني اشراك النون كواليفايد بيبل لانتاج اشياء ذات قيمة كبيرة علميا وهندسيا وفنيا من خلال المفهوم بتاع الاوبن ستريت ماب ايجيبت. ولما حضرتك كلمت عن الموضوع ودخلت دورت فيه لقيت ما شاء الله فكره عبقريه جدا، ان انت مش محتاج تشتري اجهزه متخصصه ولا محتاج ان انت تروح اماكن مخصوصه تاخد اجازه من الشغل، لا الموضوع بيتم بشكل بسيط جدا ومع ذلك فعال جدا من خلال ان ناس بتصور الشوارع، واحد تاني قاعد في البيت بيبدا يستفاد من الصور دي ويرفع الموديل دوت، وشفت ان في برامج هندسيه كتيره جدا معتمد عليه، وحتى موضوع الاندور سيستم لما اتكلمت فيه المره اللي فاتت دخلت لقيت فعلا ناس كثيره جدا مدخله المعلومات بتاعتها بشكل قوي جدا، ولقيت ناس مثلا كان في المطار ومن خلال الموبايل قدر يعرف هو موجود فين واقرب حمام فين واقرب صرافه فين، يعني حتى المعلومات اللي هي داخل المباني بقت مرتبطه بالخريطه بتاعت المكان، وده طفره كبيره جدا في مجال التكنولوجيا ومجال الخرائط، واصبح فيه امكانيه ان واحد مثلا لو انا في الدور الثالث اسال الموبايل وخريطه الشارع مفتوح فين مثلا اقرب جراج او فين المحل الفلاني فيبدا يرشدني، والموضوع مش مكلف خالص، مش هيكلف لا الدوله ولا الشركه ولا المكان اي فلوس خالص، الناس بتتطوع عمل تطوعي بسيط جدا مش محتاج منهم ان هم يخصصوا وقت، بالعكس انا مثلا رايح اشتري حاجه او رايح الشغل او كذا بثبت الموبايل مع برنامج كارتا فيو وببدا اصور الشوارع اللي انا موجود فيها، الحمد لله بدأنا بسيط في مصر بس كفر الشيخ ودمنهور وهكذا، بس ان شاء الله قريب نمتد لبقيه الاماكن يعني ونغطي جزء كبير جدا. صراحه موضوع البيم بنلاقي سوفت وير كتير معتمد على الاوبن ستريت ماب بشكل قوي زي ما حضرتك قلت الانفرا ووركس 360 واليومن، وممكن ندخله في الكاد وممكن ندخله في البيم وهكذا، فبنلاقي كميه معلومات لو انا عايزها بالاسلوب التقليدي لازم كنت هدفع مئات الدولارات عشان احصل على المعلومات ديت، لا دلوقتي اصبح الموضوع متاح مجانا، زائد لو انت حاطط معاك في العربيه الاو دي اس دوت بيدرس لي المطبات ويدرس الارتفاعات ويدرس الحاجات دي بدقه اكتر، فدي بتبقى حاجه ممتازه ان شاء الله هحاول اجيب واحد كده من امازون بحيث ان انا اقدر ادخل المعلومات باقصى دقه بحيث الناس اللي هم هيصمموا يقدروا يستفادوا من المعلومات دي، فما شاء الله يعني حاجه خطيره جدا وحاجه مش مكلفة نهائي وفوائدها كبيرة جدا، وإن شاء الله نعمل خريطة كاملة لبلادنا العربية ونديها للدول بإذن الله عشان تقدر تاخد قرارات في التنمية بإذن الله. جزيل الشكر لك مهندس عمر، وانا حسب ما فهمت منك الان ان ممكن جدا يكون اوبن ستريت ماب داعم بشكل مباشر الى للوصول الى تحقيق تحول رقمي في مجال البناء والتمثيل الرقمي للبناء والتشييد، وهذا اصبح يعني الامر واضح جدا من خلال اعتماد اوبن ستريت ماب كخريطة اساس للعديد من التطبيقات والبرمجيات المتخصصة في هندسة الرقمنة للبناء والتشييد والعمارة. شكرا مهندس عمر، وأتمنى إذا كان في أحد الحضور سؤال سريع، فقط سؤال أخير للمهندس عمر. واسيب تقريبا باشمهندس عمر عايز يعقب تقريبا يعني، وشكرا يعني، أتمنى تكون الإجابة وصلت. شكرا شكرا كثيرا دكتورة هيام. أخي مهندس عمر، إذا كان تسمعني تفضل مشكورا بالتعقيب. السلام عليكم. عليكم معلش السلام. كان في مشكله في المايك فانا ما كنتش عارف اتكلم. انا هحاول اختصر شويه عشان عارف احنا خدنا اكتر من الوقت بتاعنا، بس هو مبدئيا لازم العقد يكون مكتوب بشكل واضح عشان ما تحصلش اي مشاكل خالص. بالمناسبه ان في مشاكل في بعض الدول العربيه فالموضوع متوقف. في مصر كان في التاريخ القديم كان الهكسوس غزو مصر في اواخر الاسره الرابعه عشر ومشيوا مع السابعة عشر، وبعد كده فوجئنا بحاجة غريبة جدا إن الأسرة الثامنة عشر هي تعتبر من أهم الأسر في التاريخ الفرعوني وأسرة فيها حضارة كبيرة جدا، فالواحد يستغرب إزاي حصل نهضة كبيرة بالشكل دوت في فترة كانت فيها محلول. هو اللي حصل إن في مصريين بيحبوا بلدهم قال لك احنا مالناش دعوة باللي بيحصل الحروب اللي بتحصل ديت، لا احنا هنركز إن احنا نعمل حضارة،
فرغم ان كان في حروب ورغم ان كان في مشاكل ورغم ان كان في توقف للبناء، بداوا يدرسوا ازاي يعملوا مشاريع حضاريه، ازاي يبنوا، ازاي. اول ما الهكسوس خرجوا على ايد احمس بداوا يطلعوا التكنولوجيا الجديده ديت، فلقينا حضاره نشأت من اعتقادنا لا شيء، بس هي كان في ناس بتدرس. يعني انا في الفتره الحاليه دي لازم الناس تقعد تدرس وتعمل تصميم لمشاريع جايه بعد كده. وانا اتذكر قول ربنا في القران: وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يبقى في ناس متخصصه بتركز انها تطور الاساليب العلميه وانها تبني بلدها. كان المهندس حسن فتحي كان في حد قال له كلمه ان هو يبني بيت، وحسن فتحي عادي اجل لمده سنتين، مره واحده سنه 67 تاني يوم للنكسه راح جاي له قال له: بص انا خلاص انا لازم ابني لك البيت ده دلوقتي. فضل معاه 3 شهور راح مخلص تصميم وكل حاجه في البيت وبدا يبني وحاجات زي كده. قال له: انا لو ما شغلتش نفسي بالعلم هنصحك وهتدمر نفسيا بسبب اللي بيحصل، فانا لازم ان انا ممكن عندي ضغوط نفسيه، فالضغوط دي تخليني اتجه مثلا اقعد اتفرج على الفيلم، اقعد اشوف مخدرات، حاجات زي كده. لا، الواحد يركز ان هو يطور نفسه في العلم ويبدا يخطط لو حصل ان المشاكل دي اتحلت هنبني ازاي؟ نجهز تصاميم لمدينه، احنا نجهز تصاميم مثلا للمسجد الاقصى لما يتحرر هيتعمل ازاي؟ وهكذا. فاحنا دورنا ان احنا نبني وان احنا نركز في البنى ونخطط للبنى اللي هيحصل ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا واسف على الاطاله. جزيل الشكر مهندس عمر. صراحة أنا نختتم اللقاء المميز بين في خصوص البيم دكتورة هيام عمير والمهندس عمر. أنت حطيت إيدك على الجرح بالضبط مهندس عمر. إحنا الآن الواقع في ليبيا صراحة ممكن اللي يقرأ المشهد من الخارج لا يصدق أن هذا الزخم اللي يحدث الآن، أن هذا التفاعل العلمي مميز خلال السنتين هذه، خبراء ليبيين ومؤتمرات وصالونات علمية وأبحاث ومحاولة لاستثمار الوقت والجهد فيما ينفع البلد إن شاء الله، وتجسد هذا في حملة التدفق المعرفي التي أطلقتها الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافية من أجل التكامل المؤسسي. يعني في هذه الظروف جمعت جميع الجهات في الدولة الليبية اللي لها علاقة بإدارة واستهلاك وإنتاج البيانات المكانية وقواعد بيانات المدن والتخريط الوطني والرقمي، جمعتهم كلهم في مجموعة واحدة اسمها ليبيا Open Digital Mapping Task Force. وهذه المجموعة تولد عنها مبادرة كبيرة جدا إن شاء الله تتمنى لها كل النجاح برئاسة البروفيسور عثمان بصير، اللي هي المبادرة الوطنية للتحول الرقمي في ليبيا إن شاء الله. في كل هذا مع الرغم من كل هذه الظروف والمصاعب، ويعني الناس يعني تنادوا صراحة ونفروا نفورا يعني بهمة عالية لإنجاز هذا الجانب المهم جدا في سبيل تحسين جودة حياة الناس والنهوض بالبلد و الناهي بها عن هذه الفترة المظلمة التي تعيشها ليبيا إن شاء الله. جزيل الشكر لكم مرة ثانية، وبإذن الله يكون بيننا لقاءات أخرى.